السلام عليكم جميعا ورحمة الله الكلمة الكلمة مجموعة من الحروف البسيطة صوتيات البعض يتساهل بها إلى درجة أنه لا يقيم لها وزنا والبعض قد يظن أنها محور الحياة ويقاطع أحباءه وأصدقاءه وخلانه على أساس كلمة هل الكلمة وزن أم ليس لها وزن ولماذا وكيف يمكن أن نستخدمها ونطورها والكثير من التفاصيل الأخرى سنتناولها اليوم. في آية قرآنية جميلة تعبر عن الكلمة تحديدا. يقول فيها الإله: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. في تشبيه جميل في هذه الآية وهو أن الكلمة هي حالة نامية لا تتوقف، مش فقط أنا قلت لشخص معين كلمة معينة وانتهت الرسالة هنا، هذا التشبيه جدا بليغ. الكلمة تتفاعل وتستمر وتكبر وتتسع داخل الروح الأخرى والإنسان الآخر الذي أطلقتها فيه. ولهذا ينبغي أن نتحدث اليوم في الكثير من التفاصيل التي تجعل الكلمة مسؤولية. إطلاق الكلمات في بعض من الناس للأسف نكون موضوعيين مع بيئتنا ومجتمعنا، في بعض الناس أسهل ما هناك على قلبه وعلى وعيه أن يطلق الاتهامات يمينا وشمالا، أن يخطئ الآخرين، أن يسيء لهم، ولما يكون في عنا أطفال من السهولة بمكان أن نؤذي الطفل في شخصيته بوعيه باحترامه بتقديره تقريبا نحن مجتمع للأسف لا يقدر الطفل كثيرا مع أن الطفل في أكثر المراحل العمرية حاجة للتقدير. قد في عندنا نسبة من أهل اليوم بيقولوا لأولادهم يا غبي أو ما, ما بتفهم إذا درسوه مثلا وما فهم عليهم قد في عندنا نسبة المجتمع بتقول هذه الكلمة القاسية صارت عادية هلا للأسف صار الأم اللي ما بتقولها هي الاستثناء صحيح؟ في كلمات أقسى من هذا يمكن عم تدور بخلدكم أنا وعم بحكي لكن بالمبدأ مسؤولية الكلمة كما يعبر الحديث الجميل لسان العاقل وراء عقله، يعني العقل في الأمام واللسان في الخلف، كل ما يخرج من اللسان ينظم، آه بالعقل قبل ما يطلع للخارج والعكس وعقل الأحمق وراء لسانه، يعني اللسان في الأمام والعقل في الخلف، بيحكي، بيكب كلام، بيكب تعبيرات، بيكب مواقف لكن عقله وراء ما غربلها، ما نقحها بشكل جيد قبل أن تخرج الكلمة مسؤولية، المسؤولية وتصور ما في حدا موجود بيننا في هذه القاعة وأنا أولكم لم يندم يوما على كلمة قالها إلا ما تكون في كلمة معينة طلعت حسنا أنه ما كان لازم تنقال في هذا المورد في عنا قصة عن أحد الأشخاص كان طالع هو ابنه شاب طالعين بالقطار وراجعين على بلدهم فهني طالعين وابنه عمره عشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين سنة كبير شاب يعني بس قاعد حد هالنافذه وعم يتامل بالسماء وكل شوي بيه حده فعم يصيح لبيه انه بابا شوف الغيوم عم تركض ورانا الركاب الاخرين بتطلعوا شو هالشب هيدا الكبير انه عقله في شيء بيرجع بعد شوي بابا تطلع الشمس عم تمشي حدنا بابا شوف الاشجار عم تهرب من القطار فقاعد عم يحكي بهذا الشكل واحد من الركاب الحمد لله ما عنده مسؤوليات كالي كان فخلص ضاج من الموضوع قال له ليك أنت ابنك ليه هالقد غبي؟ أول مرة بشوف شجرة وشمس وقطار وإلى يعني شو القصة؟ أنه ياما روح علمه ياما ثقفه ياما وين أنت مخبيه بشي قمقم وطلعته فجأة؟ ياما حطه بشي مصح عقلي؟ قال له لا والله هو يعني مثقف ودارس ومتعلم بس ابني كان أعمى وبعدنا جايين من من المشفى اللي أجرى فيها العملية الجراحية اللي و وهي المرة الأولى التي يرى فيها الأشياء فبتفاعل مع الموضوع بهذه الطريقة قد تكون مثل هذه المواقف مثالية أحيانا لكن ثمة الكثير منها أقل مثالية نمر بها في يومياتنا وعم نعمل سلوك الحمد لله لا تكون الكلمة فيه مسؤولية حقيقية لدينا استصراح حول هذا الموضوع سألنا مجموعة من الناس شو أختار الكلمات اللي سمعوها ما هو موقفهم من أهمية الكلمة من عدمها وحبينا نشارككم بآراء الناس لحتى نحن نستكمل ونبني الجانب العلمي من موضوع قوة الكلمة نستكمل هذا التقرير نحضر هذا التقرير ثم نتابع قد كلمتي ونص لأنه مفعول الكلمة كبير بتراجع أكيد دايماً فكر بالكلمة قبل ما أقولها لأنه الكلام ممكن يورط حسب الشخص المقابلة إذا كان بزيد كلامه زاد بتطار كون مثله زاد أنا ما برد دخري يعني بتروق لحتى نكتب الكلمة حسب إذا كنت معصب لا ما بفكر بشيء وإذا كنت رايق يمكن أفكر بالكلام كلمات النبي ما بحبها كلمات المبالغ فيها ما بحبها مثلا بلتقي في واحد بيقول لي كيفك يا زعيم ما بحبها هيدي بتضايقني إذا كان الإنسان فهمان وبيحكي غلط أيامين بتضطري إنه مش كاز كذبة بيضاء بس تحكيها بطريقة دبلوماسية للكلمة لتوصل للشخص يعني حسب الـ الشخص اللي عم بيقول لك هالكلام ممكن اذا الشخص بتحبه هالكلمه بتجرحك واذا لا ما بيعني لك شيء بس حدا يتهمني ظلم حدا يقول لي انت السبب هاي كثير بسمعها انا بحياتي الاجتماعيه يعني بين العائله بالبيت بكذا بسمعها كثير هيدي بتضايقني اذا حدا قال منك قد المسؤوليه كثير بكره هالكلمه لو قالوا لي اياها ما الحياه مستمره انه كلمة حلوة بتغير كل شيء بالامرار بمصير انسان والكلمة البشعة كمان بتغير بمصير انسان الجملة الأخيرة فيها تلخيص جميل الكلمة الحسنة تغير والكلمة القبيحة تغير وقد تغير حياة حياة بكاملها نحن في عنا حسابات منطقية في الحياة في عنا حسابات لتعليم الأولاد لأكاديميا دراستهم أكلهم الصحي طبابتهم كل التفاصيل التقنيه موجوده في الحياه لكن صدقوني مجتمعنا فقير في المهارات والخبرات التي تتعلق ببناء الشخصيه ومنها الكلمه وهو موضوعنا لهذا اليوم. اول نقطه في قوه الكلمه تحديدا هو ان القوه كاشفه عن الاخر. يعني استخدموها قبل اي شيء كي تستكشفوا النفسيات الاخرى. نحن قاعدين الان في مجموعه، يمكن تسهروا بسهره معينه بتطلعوا الناس حولكم منظمين مرتبين عوينات واحدهم ببين يعني طبيب الله خالقه طبيب ومنزله هيك عم يمشي بيناتنا اول جملتين بيحكيهم نقول له لو ساكت انت <applause> النصيحة الأولى ألا تحكموا على شخص في هذه الحياة قبل أن ينطق قبل أن تتحرر الكلمة من شفتيه لأنه بناء عليها بيكون أما إنسان يستحق الاحترام أو يعني أكيد بدنا نحترمه بس لا يستحق المهابة مثل ما في هذه القصة أبو حنيفة النعمان أحد أمة المذاهب الإسلامية في التاريخ كان المسكين عنده مشكلة بركبته فكان كل ما يعطي درس مش من لياقات العرب أنه الواحد هلأ يمكن نحن عنا إياها اجتماعيا ما بمد جريء قدام الجلساء صحيح أبو حنيفة ينحرج من تلاميذه أنه لا تأخذوني أنا ركبتي بتوجعني فيعطي درسه هو مد جريء إلى أن ذات يوم دخل رجل مهاب طويل القامة عريض المنكبين اللحية البيضاء على أولة الأسوان اللي بينقلوا منامات لابس أبيض بأبيض وإله وهرة فات طلع أبو حنيفة من هذا العالم الذي جاء فات قرب هيك وقعد فيه محضر الدرس أبو حنيفة طلع على الموضوع في شخصية كبيرة في وجاهة فاضطر حتى ركبته عم توجعه لم لمهم وحطهم تحته يعني أحسن يحطهم في و... أمام هذا الوجيه وكمل كمل بهالدرس نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة وصل لمبحث وقت الإفطار أي متى نفطر نحن؟ لما تغيب الشمس فقال نفطر لما يغيب قرص الشمس فوقف هذا إجا دوره هلا بده ينطق هذا الكائن قال له أيها العالم عندي مسألة وبصيغة الحكمة قالها قال له ما هي؟ قال له ومتى بالضبط يفطر الصائم؟ يعني انت عم تقول وقت الغياب، ومتى بالضبط يفطر الصائم؟ ابو حنيفه احتار هون، شو هذا سؤال عميق مش عارف الموضوع انا ضرب اخماس باستاذ. قال له يفطر عند سقوط القرص وراء خط الافق، عندما تغيب الشمس تماما. فهون بدع صاحبنا قال وان لم تغب الشمس تماما في ذلك اليوم <applause> فضحك ضحك ابو حنيفه ضحك جدا ومد رجليه مد رجليه التنتين وقال انا لابي حنيفه ان يمد رجليه خلاص من الاول احكي انت وريحني صار عم عذب حالي ساعه الكلمه تكشف اذا بدكم تحكموا على شخص استنطقوه بجمله بموضوع بكلمه معينه تقدرون عن جد تقيموا شخصيته وزنها من عدم وزنها اول محور من محاور قوة الكلمة هو حديثنا مع أنفسنا نحن ككائنات بشرية كيف نتحدث مع أنفسنا على المدى الطويل شوفوا هذه الدراسة خلال أول 18 عاما من حياتنا أغلبنا نحن الموجودين هنا لدينا 400 رسالة للذات نحن نعطيها لحالنا نقول فيها أستطيع بالتأكيد أن أفعل يعني بصير عندنا تحدي بصير عندنا موقف بصير عندنا اختبار تقدر ما بتقدر أكيد بقدر بيني وبين حالي لكن عندي بالمقابل 148 ألف رسالة لا أستطيع ما في ثقة ما في ثقة ومجتمعنا للأسف بهذا الموضوع مجتمعنا ما بيساعد يعني نكون شوي هيك واضحين وصريحين حتى ضمن العائلة الواحدة صار عندنا التهكم على البعض صار شيء طبيعي انه ولد كتب له بيتين شعر شو بيعملوا في بيت افراد العائله؟ شو بيعملوا له يا نشيد وطني بصيروا يغنوا له اياه على وزيه وبحرم يمرق من حد كتاب شعر رح نحكي عن التهكم لحاله لكن شوفوا حديثنا مع ذاتنا حديث مش واثق لانه البيئه بتصنع فينا هذا هاي النقطه الاولى اللاوعي يتاثر بحديثك لنفسك هاي انتبهوا لك كثير منيح يعني اذا من في الصبح انا اليوم مزعوج معكر مش عارف ليش حدا هون بيناتنا بيمارسها مزعوج ومش عارف ليش حلو الموضوعيه طيب العقل يصدق ما نقول اللاوعي يصدق ما نقول إذا بتعطوا لحالكم دائما تحفيز سلبي أو إيحاء سلبي العقل صح أنا اليوم مزعوج ليه مش عارف وبكمل كل نهاري وأنا مزعوج ومش عارف ليش مثل أنا منزعج أنا متوتر هيدا يوم مبين من أول ومكتوب من مكتوب مبين من عنوانه وغيرها من هذه الجمل السلبية اللي بنحكيها كل يوم النقطة الثالثة بحديثك عن الذات لا لما بدك تعبر للاخرين عن ذاتياتك لا كثير تسهب في شرح احلامك ومشاريعك وخياراتك في الحياه ومين عنده مشروع مثلا السفر؟ حدا عنده مشروع سفر لبرا؟ طيب انا بدي اسافر وبدي اتعلم برا وبدي احقق ذاتي واتغلب على كل الموجودين هنيك وعيش بهذه البيئه الصحيه والنظيفه وبحكي بشغف بشغف عن الموضوع الى درجه ما خلص انا سافرت ورحت وحسس بكل هذا ولا افتراضيا فيحصل ما يسمى عندي بالإشباع الزائف أنا بعد ما حققت الإنجاز لكن شغف الحديث عفوا شغف الحديث خلاني أحس بالإنجاز عمليا وبالتالي بصير عندي الدافعية لهذا الإنجاز أقل طيب هذا كان مدخل لموضوع الكلمة وقوة الكلمة خلونا نفوت الان بشكل تقني شوي سمات الكلمه المؤثره شو هي الكلمه اللي بتصيب والكلمات اللي عداها ما بتاثر بالاخرين سواء عم تحكوا مع شريك مع زميل بالعمل مع مدير مع اولادكم اللي هن احيانا تحدي كبير حقيقي بيكون اول كلمه التشبيه الحاد تقريبا لا يخرج من قلب الانسان كان في عندي صديق كل المدرسه تلبقه ضفدع انه بتشبه الضفدع يقولوا هو المسكين كان شوي عيونه مثل الجاحظ تعرفوا الجاحظ بالتاريخ الجاحظ كانوا عيونه طالعين شوي هيك لبرا فكان منظره مخيف الجاحظ صراحه كان عيونه طالعين كتير وهو حدا لسانه صليط ومش سهل كمان الجاحظ كان العالم يتحاشوه يهربوا من طريقه ما في غير مره انتصرت عليه امراه اخذته ذات يوم اجت على هو بالسوق وين الجاحظ وين الجاحظ لقته مسكته من ايده واخذته عند صايغ الذهب لو طلعنا شوي برا الموضوع جابته عند الصائغ قالت له مثل هذا وتركته فلت فهي واقف شو وين كانت اخذتني هاي شو بدها مني وهذا قال له قال له دخلك شو شو بدها شو الخبريه قالت له جاءتني وقد قالت لها ساحره انه في حدا كتب لها كتاب كتبه مثل ما بيقولوا كتب لها كتبه ولا حل للموضوع الا ان تصيغ قلاده من ذهب عليها وجه شيطان <applause> فانا راحت ما عارف مين هي بدي ارد عليها بعد حرقه بقلبه المسكين هو هو نفسه كان يحكيها فالتشبيه الحاد لا يخرج من القلب بسهولة نصيحتي في هذا المجال لا تستخدموا التشبيهات الحادة يعني حتى مع أعدائكم لا تستعدي عدوك مئة في المئة مش مضطر يعني إلا في الحالات عن جد بتكون ضرورة قصوى أو أحياناً بيكون بي أم منفصلين عن بعضهم والولد عند الأم أنا هايش هاي شايفها عايش حالات من هذا النوع كل ما فشل الولد أو غلط أو أساء أو أو كسر غرض بالبيت شو بتقول له؟ طالع لبيك أنت مثل بيك فاشل مثل بيك همجي مثل بيك شرير مثل بيك هذا التشبيه الحاد جدا مؤذي للنفس البشرية هذه تكون كلمة مؤثرة لكن في إطار سلبي فحاولوا تتجنبوها برجع بقول حتى مع أعدائكم لا تعادوا بمئة في المئة وأبغض بغيضك هونا التكرار الكلمة اللي منعيدها 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 من, عيدها من, عيدها من, عيدها من صدقها أو التي تعاد علينا قد في عندكم أحيانا قد يكون أولاد أذكياء أو شركاء جيدين أو أو إذا بتعيدوا أمام الذكي مرارا وتكرارا أنه غبي ينتج لديه ما يسمى نفسيا بالمعتقد المعوق حاجز خلاص مش قادر هو قادر يوصل فعليا لكن صنعت له وهما بناء على التكرار وهو المثل الشعبي اللي بيقول أنه التكرار بيعلم الشطار مثل صحيح تحديداً الكلمة إذا اخترنا كلمة واحدة مكررة بتصير خطرة شوي اللي بيعرفوا بالإعلام أو اللي بيحضروا إعلام بدقة شوي بيلاحظوا أن وسائل الإعلام تختار مفردة عن هذه الجهة أو تلك بتسميها مثلاً جيش أو ميليشيا أو مقاومة أو مجموعات مسلحة أو اللي بدكم إياه وبتكررها ليلاً نهاراً ليلاً نهاراً هذا علم نفس لأنها ترسخ المعلومة تصبح قوة تصبح كلمة ذات قوة بنسميها أو من الكلمات المؤثرة السياق العاطفي هون مسألة خطرة شوي ركزوا معي النساء أكثر لما ولا حتى والله الرجال لأنه عندكم مسؤولية بهذا الموضوع المرأة كائن أكثر عاطفة صحيح يا رجال أكثر عاطفة شيء في عالم عم لي لا لا أكثر علميا هي أكثر عاطفة وعندها كثير حالات عاطفيه في حياتها اليوميه اثناء الجو العاطفي المفعم لدى المراه تقريبا اي كلمه بتخدشها اذا قلت لها صباح الخير ليش مش صباح الخيرات اذا قلت لها بدك تكون حذر هلا مش رح نروح للتعقيد بالموضوع لكن لما يكون في سياق عاطفي لا تستخدموا الكلمات لأن اللحظة العاطفية تحفر الكلمة في الوجدان تماما هناك ما يسمى بالشيفرة اللاواعية الفكرة والعاطفة إذا عندكم ولد هلأ في حالة عاطفية عم يبكي إذا بهاي اللحظة من له كلمة غبي بتكون من الكلمات القاتلة فعليكم أن تراعوا ضمن سياق الكلمات السياق العاطفي النقطة الأخيرة اللي بتصور كثير من الناس بيقعوا فيها عن حسن نية اللي هي كلمات المقارنة يعني منجيب ولد أنت نعم ليه مش شاطر مثل ابن عمك؟ راح يكره الشطارة ويكره ابن عمه ويكره اللي عم يقول له هذا الكلام المقارنة تقتل الإبداع وتقتل الدافعية ليه عم تقارني بابن عمي؟ أنا مش هو قد يكون عنده شيء يعني ممكن بلحظة ما الولد إذا كان ذكي وجوابه على سلسانه بيقول له أهله غير أهلي يعني <applause> وقتها رح تضطر تاخذ موقف عنفي لانه يعني ما عندها كثير حلول بتصور اللحظة بتثبت شخصيتها المقارنه لا تستخدموها مع اي من الناس وتحديدا مع الاطفال مع الشركاء ليه مانك مثل مرت خي ليه مانك ليه مانك مثل ليك رفيقك شو بيعمل صح تسمعوا هيد الكلمه كثير ماشي تبسموا النساء على الموضوع انه صحيح هاي القصه المقارنه كلمة مؤذية مؤثرة جدا لكنها مؤذية فحاولوا أنه ما تستخدموها لدينا كلمات محفزة طيب إذا عم نقول الكلمات المؤذية شو هي خلونا نشوف المحفزة والمؤذية معا في نفس الوقت أولا الكلمات المحفزة والكلمات المثبطة الرد المتفائل والرد المتشائم بس بعد إذنكم هيك فكروا بينكم بين حالكم للحظة اللي منصبح عليهم كل يوم أو اللي منصدف نشوفهم بأماكن العمل أو حتى بالبيت في نمط من الاشخاص بتقول له صباح الخير لك صباح الفل صباح الورد صباح الرائحه الجميله في واحد تقول له صباح الخير يقطعك ويقطع الصباح انه من الصبح انا ما تحكي معي في صنف من الناس عن جد بفيق بفيق سوداوي وصنف بفيق هو ايجابي متفائل حاولوا ان تكثروا من هؤلاء الاشخاص الذين لديهم رد متفائل لانه يجعل حياتكم اجمل النقطة الثانية هناك بعض الكلمات ترى النصف الممتلئ من الكأس وبعض الكلمات ترى النصف الفارغ مع أنه هي تماما نفس المعنى أحد الملوك ذات ليلة شاف منام على أولادنا نحن كأنه حقيقة فشاف منام القصة هيك بتحكي شاف منام أنه هو ضمن حياته بلش يهر أسنانه هر أول سن، ثاني سن، ثالث سن فقد كل الأسنان فاق الصبح خيفان مذعور جاب حدا من هاللي بيقروا الاحلام تعالوا هون شو القصه قال له والله ليك قال لك كل اللي بتعزهم وبتحبهم بالحياه هن اسنانك رح يموتوا امام عينيك واحد واحد قال له العم شو هالبشاره خذوه على الحبس فورا يلا اخذوه على الحبس ثاني يوم حلم نفس الحلم جيبوا لي مفسر احلام شو القصه قال له كل اللي بتعزهم رح يموتوا قدامك وتنقهر عليهم واحد واحد قال له الحق صاحبك ثالث يوم، رابع يوم جاء رجل من هول بس ذكي شوي. قال له: أيها الملك، إن الأسنان هم الخلان. وأنت أكثر من يعمر بين خلانه، أنت اللي بدك تعيش أطول حياة ممكن بينهم. نفس الموضوع. هذا قال له: رح يموت قدام عيونك وتتحسر عليهم، وهذا قال له: رح تعيش أنت أكثر واحد. هذا النموذج البسيط نحن عم نستخدمه بحياتنا اليومية كثيراً. وكثير احيانا نستخدم النصف الفارغ ونهدد بالنصف الفارغ ونشير النصف الفارغ بحل حياتنا واللاوعي لدينا لا وعي سلبي ولا وعي مثبط اكثر النقطه الاخيره الامكانات والعوائق بامكانك ان تقول للشخص للطالب للمتعلم للموظف امامك ثلاث عوائق كي تصل الى هذه المرتبه او فيك تقول له عندك الامكانات الفلانيه كي تصل الى هذه المرتبه نفس المساله في قصة جميلة بتحكي عن قرية نائية كان هيدي القرية عندهم مصيبة ابتلاء انه عندهم هو في الارض قد ما يكبوا فيها ما بتتسكر مفتوحة ظاهرا على شي مكان فيكبوا يكبوا ما بتتسكر فيها مصاطب فكل ما يجي حدا يقطع من الغرباء حد هيدي هو اذا زحط فيها خلص الله يرحمه مش قادرين يطالوهم مش قادرين يقربوا منهم ولا بشكل فيوم في من الايام في ثلاث مسافرين جايين صحت أول واحد، الثاني هداه، الثالث هداه، صاروا ثلاثتهم تحت على مصطبة هيك على حرف هيدي اللي هو من جوا. إجوا الناس من بعيد سمعوا صياحهم وعياطهم، طلعوا قالوا لهم ما في أمل. اضحكوا الله يرحمكم يعني. نتمنى نساعدكم بس أنتم انت مش أول شيء، طلعوا شو في عظام تحت حواليكم، هول كلهم ماتوا قبل. بصير ما بصير، يطلعوا ويوقع، يطلعوا ويوقع، أول واحد لحتى خلص بطل يطلع. الثاني ما حاول أساسا. في واحد يحاول يطلع يستقتل ليطلع يتمسك بشرش نبتة من هون بصخرة صغيرة من هون وهن عم يصيحوا في لك مش راح تقدر مرة تنتين تلاتة عشرة وصل لآخر لحظة وصل للحرف وقفز إلى الخارج في واحد نجا من الموضوع قربوا ليحكموا تعالوا هون كيف عملت أنت شو صار معك لطلعت احكي لنا خبرنا فهو عم يطلع بوجوههم بس طلع الرجل ما بيسمع ما بيسمع الكلام السلبي والمثبط ثمة الكثير من النماذج هلا نحن صحيح عم نحكيها بإطار نظري سيلوها على حياتنا اليومية عنا كثير من هذا الموضوع لدينا الكثير إذا دائما استخدموا الكلمات المحفزة كتفاؤل كنصف ممتلئ كإمكانات ولا تستخدموا الكلمات المثبطة كتشاؤم أو نصف فارغ أو العوائق اللي ممكن تكون بطريقنا لأن الكلمة تؤثر على الواقع فعلا دائرة التهكم مين في عن جد بيناتنا هون يتعرض للتهكم يعني المسخرة خلينا نقول بالعامية أو تعرض له كثيرا في طفولته أنا واحد أنا فعليا يعني عم برفع أنا واحد من الموضوع في شجع البقية لا بس أنا موضوعي. بس نحن قلة والبقايا ما حدا أنتم تري عليكم أبدا والله هنيئا لكم هالبيئة الصحية <applause> 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 أخواتكم أولاد عمكم رفقاتكم بالمدرسة نعم <معنى>؟ مجتمعاتنا أغلب الأطفال في مجتمعاتنا بمروا بهذا الموضوع أغلبهم شوفوا هذه الدائرة النفسية التي تحصل لدى عادة التهكم تحديدا عندنا هو الأسوأ عادتين رح نعرضهم الآن التهكم والعاده اللي بعدها للأسف نتسلى فيها نحن العادة الثانية التهكم أول ما يحصل إنه لما يتهكموا علي أنا بصير عندي فقدان ثقة وعن جد ممكن أخسر مشروعي في الحياة أنا نموذجا يعني أنا ببعض الأحيان بكتب شعر يعني تعلمته بيعلمني بي علمني بي اياه بشق الانفس فصرت اكتب شعر اول مره كتبت شعر كثير سخيف وكثير بسيط واذا بقرا لكم يا هلا بتضحكوا على الموضوع واخواتي عملوا النشيد الوطني بالمنزل المنزل وصاروا يغنوا لي صباحا ومساء فانا ها خلص انا والقلم مش اصدقاء ثاني يوم هو عرف بالموضوع جاب القصيده واباء ايام زمان مش مثل هلا يعني في عندنا جراه بالتعاطي معهم جمع كل عمل اجتماع عائلي عدوا لشوف بدي اقرا لكم خيكم شو كتب هو ينبس ينبص ببنتي شفا فقراها وقعد يكبرها ويلتفت شوفوا هون هذا التفصيل الجميل شوفوا هالتعبير البليغ هنا مع انه انا كنت فايت ب 60 حيط يعني وقتها لما أراه هلا بقول لحالي كيف قدر كيف طلعوا معه هول فمجد الثلاث اربع ابيات هو انا سميتهم قصيده مجدهم تمجيد والكل شو رايكم بالموضوع طبعا كل موافق <تصفيق> 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 تمام جميل كثير حلو هذا رمام لمساله فقدان الثقه بس بالفعل قد في مجتمعنا مواهب عم تدفن وتطمر تحت تلال من التهكم والمشكله انه الشخص الذي يتهكم عليه صح بيفقد الثقه اولا لكنه يصبح عدائيا بالدرجه الثانيه فقد ثقه بنفسه صار عدائي تجاه الاخرين ويقوم بماذا بتهكم اخر وبتمشي الدوائر ومجتمعنا الحمد لله دائره التهكم فيه عجله جيده وبصحتها للاسف هذه من نقاط قوه الكلمه السيئه والسلبيه التي تستخدم في مجتمعنا واللي نحن نحاربها هذا محور المحور الثاني قبل المحور الثاني عندك سؤال؟ اه يلا تفضل طب كيف الشخص اللي تعرض للتهكم نحن ممكن نحفزه ونرجع له ثقته بنفسه؟ طيب أحسنتي سؤال بمحله تفضل المبدا اللي حكيناه من شوي قلنا عندنا نمطين من الكلمات عندنا كلمات متفائله وكلمات ايجابيه وعندنا كلمات سلبيه كلمات المحفزه اللي حكينا عنها اذا استخدمناها مع اي شخص لديه قله ثقه بتفيد لكن لوحدها لا تكفي نحن بنعمل خطه نفسيه لنعالج يعني مش انه والله بقول له اتصرف معه بهذه الطريقه بتنحل المساله احيانا في امور نفسيه تتاصل فينا ان واحد طول, طول طفولته وهو عم يتمسخروا عليه اولاد الجيران يعني بدك تغيريه بكلمتين اكيد لا تشتغل عليه تعمل له خطه نفسيه متكامله حتى ما نرضى من سواب الان المعضله الثانيه التي نقع فيها ايضا كقوه كلمه سلبيه في مجتمعاتنا هي الالقاب ماشي كلكم هيك في لحظة ما ارجعوا للتاريخ الغير بعيد ربما شو كانوا يقولوا لكم أنتم صغار أو بعض إخوانكم وعندنا نوعين من الألقاب في ألقاب لها علاقة بالصورة الاجتماعية كعائلة أنه في عائلة خلوني أنا أشجعكم شوي على الموضوع في عائلة بسموهم بيت اللص أنه هني مش كنيتهم هيك بس بسموهم هيك في واحد مرة حدا حكالي يعني شوي قبل ما أفوت كنا عم نتناول الموضوع انه مره سموه فروج لهيدا الشخص صار هو فروج فلان الفروج صاروا اخواته اخواته فلان وفلان الفروج ولاده قريبينه صاروا بيت الفروج هني على الهويه مش هيك هني على الهويه مش راح اقول بس عمليا في نص هون في نص كثير بحذر من هذا الموضوع يقول ولا تنابزوا بالالقاب طيب هذا بالنسبة للحالة الاجتماعية بنسمع أحيانا عوائل بحالها الحمد لله وبيضحكوا وبيسهروا وبيتسامروا على الألقاب الألقاب الشخصية هي الأخطر لأنه فيها أنت من بين كل الناس لقبك هيك في حدا منكم كان عنده لقب هو صغير ممكن يشاركنا إياه بجرأة لا تضطروني بلش بحالي <applause> طيب عندنا متطوع أحسنت تفضل فكروا البقيه اللي حابين يشاركونا بالموضوع وقولي اثر هيدا الموضوع عليك انا رح اسالك شو اثره عليك ماشي يلا تفضلي كنت صغيره كان على طول يقولوا لي بومي شو يقولوا لي بومي بومي <applause> ليه ليه نورينا بالسبب كنت ضل ابكي ضلك تبكي كلمه حلوه ابكي كلمه بشعه ابكي هلا ابوني حلالي. بالبومي طيب بس انه عمليا عن جد اثر عليك الموضوع ايه. كل ما ببكي بتذكر نفس الكلمه لهلا مع انه ما يقولوا لك اياها لا اوقات بقلوا اوقات <applause> بيئتك صعبه <applause> حتجيبيهم على الورشه معك المره الجايه طيب تشكرك تفضلي في كثير اكيد هلا بتصور اغلبنا عنده تجارب من هذا النوع مش رح ناخذ وقت طويل فيها لكن انا بنصحكم تحديدا في هذا المورد انه القاب العوائل والاشخاص هي اخطر مما تتوقعون مبدا لما القران لما السماء تقول لا تنابزوا بالالقاب مش عم تمزح معكم مش لانه فاضيه شغل وهذه شغله ترفيه جانبيه تعالوا نخبركم يا جماعه ما تنابزوا بالالقاب. لانه مساله قد تؤثر على الحاله الجمعيه للمجتمع كعائلات وقبائل وعشائر وقد تؤثر في الصميم على الافراد وعند الافراد بتكون اكثر خطرا. فالنصيحه الاولى هنا ان تبتعدوا عن هذه العاده السلوكيه السلبيه وتحسوا الاخرين ايضا على الابتعاد عنها. فاصل قصير ونكمل مجموعه من قواعد اطلاق الكلمات بعد دقائق قليلة